فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين مما ذكره العلماء الصالحون منزلة الفرار، وهي من ألطف منازل السالكين إلى الله عز وجل، ومن أحبها إلى الملك الكريم، إذ يدخلها العبد متعلقا بجلال الله سبحانه وتعالى وجماله. وذلك أن المؤمن أيا كان في فقر دائم إلى الله سبحانه وتعالى، ومن فقره أن يستعيذ بجلاله وأن يستعيذ بجماله سبحانه من كل فتن الدنيا وفتن الآخرة. فمن هنا كان المؤمن الصادق والعبد الذي حقق معنى العبودية فارا إلى الله أبدا. العبد الحق هو من حقق هذا المعنى، معنى الفرار إلى الملك الكريم. صحيح إن الفرار فيما يتعلق بأمور الدنيا قد يكون مخزيا وقد يكون منقصة، ولكنه إذا تعلق بمعناه التعبدي أي الفرار إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا رفعة للمؤمن، ولا يكون إلا أمنا وسلاما، ولا يكون أيضا إلا شجاعة على نقيض معناه في الأمور العادية كما بينا قبل فيما يتعلق بالخوف، حيث يكون الخوف من الله سبحانه وتعالى ظاهرة صحية، بينما يكون الخوف بمعناه العادي لا التعبدي بمعناه العادي يكون ظاهرة مرضية. فكذلك هنا الفرار في معناه العادي قد يكون جبنا وضعفا، بينما هو بمعناه التعبدي لا يكون إلا قوة، ولا يكون إلا عزا، ولا يكون إلا رفعة. وبيان ذلك بحول الله عز وجل كما يلي. اعتمد العلماء في بيان هذه المنزلة التعبدية، منزلة الفرار، اعتمدوا على قوله عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هذه الآية العظيمة المتفردة الفريدة في القرآن الكريم جاءت في سياق عجيب، وذلك في سياق من الخالق العظيم على عباده وتذكيره إياهم بسعة خلقه وعظمة إنشائه: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ليس عبثا أن يذكر الفرار في سياق ذكر سعة الخلق وعظمة الكون الدالة على عظمة الخالق لهذا الخلق وسعة الخالق لهذا الكون الواسع الفسيح. وإنا لموسعون، من يحتاج إلى الفرار؟ إنما يحتاج إلى الفرار الخائف في أمور العادة وفي أمور العباد، والخائف هو أحوج ما يكون إلى الأمن، إلى السلام، إلى الطمأنينة، إلى الراحة. الفار لا يفر إلا من الضيق والحرج، ويحتاج السعة والانبساط، والله عز وجل هو القابض الباسط سبحانه. ولذلك جاء الفرار في سياق يدل على عظمة الخالق وعلى تمكنه سبحانه وتعالى من خلقه وقهره إياهم وعلى سعة إنشائه. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، لتشعر بالسعة الكونية في عظمة الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. إن الله واسع عليم سبحانه وتعالى، فسعته سبحانه وتعالى كما يليق بجلال وجهه وعظمة سلطانه توحي للعباد براحة وطمأنينة وسكينة، لأن الإنسان الذي يحتاج في فراره إنما يحتاج إلى السعة لأنه يفر من الضيق. مرة قبل أن نفصل هذا المعنى ونبين مسالكه بحول الله، معنى الفرار ومسالك هذه المنزلة العظيمة التي لا بد للمؤمن منها وإن لم يذقها مات غما وكمدا وتفجر غيظا وضيقا وحرجا، نعوذ بالله. قلت قبل هذا لا بد أن نشير إلى أن هذا الفعل، فعل الفرار، كان من شأن النبي عليه الصلاة والسلام ومن شأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. الإنسان في الدنيا، والدنيا أم الفتن، الدنيا دار ابتلاء ودار فتن، ومهما عاش الإنسان لابد وأن يعيش ضيقا وحرجا، لأن الدنيا هكذا خلقت، خلقت للشقاء وللكبد
للعمل وللكد وللابتلاء، وهذا يؤدي إلى التعب، يتعب الإنسان، الإنسان يتعب في الحياة، وإذا تعب شعر بحاجة ورغبة شديدة في الراحة. لا يستطيع الإنسان أن يستريح إن لم يكن مؤمنا بالله، لا يستطيع أن يستريح حقا إن لم يؤمن بالملك الكريم الرحمن الرحيم. ولذلك كم من ذي مال وأعمال لا يجد في الدنيا راحة أبدا ولا وجدها قط، بسبب إن كان من الغافلين بسبب عدم وجود من يفر إليه، ما عندوش فين يهرب. ومن أشد أعدائه ماله الذي ظن فيه صداقته ومتعته، وعمله الذي ظن فيه عزه وسلطانه، في ذلك يجد الشقاء، فيحتاج من حين لآخر بل في كل حين يحتاج إلى الفرار من ماله وأعماله، فلا يستطيع، لأن ماله يطوقه ويحيط به من كل مكان، ولأن أعماله تسكن دماغه وسواسا لا يتركه يستريح ولا لحظة واحدة. إن لم يكن مؤمنا بالله فسيعيش عذابا فعلا في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله. فالإيمان بالله رحمة للمسلمين وللناس أجمعين لمن متعه الله عز وجل به. أحد الصحابة وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه وجده النبي عليه الصلاة والسلام مرة في المسجد في غير وقت صلاة، بعد مرة النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجامع مسجد النبوي، فوجد معاذا منزويا في زاوية من زوايا المسجد. صحابي الجليل سيدنا معاذ جالس مكمش منزوي منطوي، الجلسة دياله دالة على أنه حزين مغموم مهموم، أهرب من الهم والغم الموجود في الدنيا، أهرب للجنة. والمساجد بيوت الله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أهلا. فحينما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد ووجد معاذا على هيئته تلك، قال له عليه الصلاة والسلام: ما ألجاك يا معاذ إلى المسجد في غير وقت صلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم شاف الهيئة دياله والشكل دياله، عرفوا باللي راه عنده شي مشكل، قام مغموم مهموم، فسولوا عسى أن يجد له من ضيقه مخرجا ومن همه فرجا. فقال له: هموم أهمتني يا رسول الله وديون أغمتني، هموم أهمتني وديون أغمتني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضاق به الأمر ولم يجد بدا من أن يفر إلى الرزاق الكريم سبحانه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ففر إلى ربه داعيا شاكيا. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك دعاء إن قلته قضى الله عنك دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: واش ما نعلمك شيء؟ واحد الدعاء إلا قلته يكشف الله غمك ويقضي عليك الدين ديالك. ففرح معاذ بذلك وقال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من قهر الدين أو من غلبة الدين وقهر الرجال، وفي رواية أخرى صحيحة: وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. ضلع الدين، الضلع هو الإعوجاج، من الضلع، الضلع ديال صدر الضهر معوج، والدين الضلع معوج. شنو هو الدين الضلع أو ضلع الدين؟ نعوذ بالله منه، هو هذاك الدين اللي كتقضيه من هنا وكيتثقب من هنا وتعاود تسدو من هنا وتثقب من هنا، معوج ما كيبغي يتسال، هذا دين ضلع معوج. وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال، بنادم اللي يتكبر عليك ويتسلط عليك ويتغلظ عليك. الاستعاذة بالله هي الفرار إلى الله عينه، الفرار عينه، الاستعاذة بالله من كل شيء هي الفرار عينه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الاستعاذة هي طلب الحماية وطلب اللواذ. أن يستعيذ الإنسان بالرب عز وجل يطلب أن يدخل في الجوار الكريم، يعني الحماية الربانية والحفظ الملكي العالي من الله عز وجل لعبده المستجير المستعيذ الفار من الهم والغم ومن الفتن والحزن إلى الله عز وجل. المؤمن إذا ما لقاش هذا المعنى فعلا كيمرض،
ولذلك غياب مثل هذه المعاني اللطيفة الجميلة من بيننا هو من أهم الأسباب الرئيسة في شيوع الأمراض النفسانية والعصبية والاختلالات الشخصية الموجودة في المجتمعات ديالنا. ما كانش ممكن نهائيا طبيب الأمراض النفسية والعصبية يلقى اللي يجي عنده يكون كانوا الناس مسلمين مؤمنين حق مؤمنين. لو كان المؤمن يتقن الفرار إلى الله ويحسن كيف يفر، الفرار العالي الرفيع، الفرار الشجاع للجبال إلى رب الكون، لوجد بلسما من كل داء ورحمة من كل أمر يغيظه أو يضيق عليه الخناق. الدعاء في حد ذاته، الدعاء يدل على نفسية العبودية وعلى اليقين الموجود لدى العبد حينما يهرب إلى الله عز وجل، ولا مفر منه إلا إليه، ولا منجا منه سبحانه وتعالى إلا به، له الجلال والجمال سبحانه وتعالى، حينما قال عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تتذكرون. فهذه الفاء فيها المعنى ديال النتيجة، بما أن الله عز وجل هو الذي صنع كل هذا ففر إليه. إذن إذا كان الله عز وجل هو سبحانه الذي بنى السماء بأيد ووسع في بنائها ما شاء الله، حتى إن الأرض منها كحلقة في فلاه كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وكما هو معلوم في علوم العصر، يعني نسبة الأرض للفضاء ديال غير السماء الدنيا، ما تكلموش عن السماوات الأخرى، غير السماء الدنيا، نسبة الأرض إلى الفضاءات الممتدة في سماء الدنيا بحال نقطة نقطة قد لا تظهر بالعين المجردة. إن تخيلت المدى بل الأمداء والاتساع الممتد في هذه الفضاءات العجيبة الغريبة، حال واحد الحلقة واحد الخرصة صغيرة طيحة في شي صحراء خلياء ما عندها رأس ولا رجلين، تلك نسبة الأرض أو تكاد من امتداد السماء الدنيا وكواكبها ونجومها. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. نقفنا أنا وانت ملي كيجينا ويجيكم الهم، نجانا الله وإياكم من الهم والغم. منين كيجي؟ علاش كيجي الهم والغم؟ كيجي الهم والغم سواء كان متعلق بالديون أو بمشاكل الدنيا أو بظلم العباد أو بأي شيء، كيما بغى يكون هذا الغم والهم الدنيوي، كيجي الإنسان في لحظات الضعف ديال. وشنو هي لحظات الضعف ديال الإنسان؟ هي اللحظة اللي كيغيب فيها على عقله وعلى الوجدان دياله، كيغيب فيها عليه اتساع ديال الكون، وكنقولوا ضيقت عليه الدنيا، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. تمام، علاش كتضيق الدنيا والعياذ بالله؟ لأن المخ ديالك ركز على المشكل ديالك، وفي المشكل كيكون مبني ومحصور في مكان معين وفي زمان معين. مشكل ما راه في واحد مكان معين، الخدمة مثلا أو في الدار في أسرة أو فلان تبعك بالدين دياله أو يعني كيف ما بغى يكون هذا المشكل ديال الدنيا كيف ما كان، تخيلوا كيف ما بغيت، لا يكون إلا جزئية صغيرة، إن هي الأرض كاع كلها بما فيها وبمن فيها هي برصة نقطة حلقة في فلاة، نقطة في الخلاء ديال الكون العظيم الواسع. فإذا كانت هذه النقطة أنا في وسطها لا أكاد أبدو ولا أظهر، شكون بغى يكون هذا المشكل كاع ديال الأرض كلها؟ لا يتعدى مهما كبر مشكله، ما يتعداش مشكل الكرة الأرضية، والكرة الأرضية راه ما كتسوى والو في ميزان الكون. فالله عز وجل ينتشلك كيجبدك من البير، ينتشلك من الأرض بحال البير راك غاطس في البير، ويرفعك لتتأمل السماء الواسعة. السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. تبدأ التعجب، يعني فعلا حينما يشعر المؤمن أن كون الله فسيح سبحان الله العظيم كيهوان ويضعاف المشكل ديال الكفر. علاش؟ لأنه الإنسان حينما يذكره الله بهذا الكون الفسيح كيقرر واحد الحقيقة كونية ربانية عظيمة. هذا الشيء علاش كيتذكر؟ اتساع ديال الكون. أنت مشكلتك همتك وضيقتك، ربي كيقول لك أنت ومشكلتك والأرض ومن فيها راكم كلكم نقطة صغيرة في الكون ديال سيدي ربي اللي مقابلو كامل. إلا أنت رفت الهم من راسك راه همك ما يساوي والو عند الله عز وجل من حيث القيوميات،
يعني من حيث الإدارة ديال الكون. هذاك المشكل اللي عندك ربي عز وجل راه دار له البداية ديالو ودار له النهاية ديالو، راه عنده الحل ديالو سبحانه، فالتجئ إليه. مالك جالسك تحل مشكلتك الراس وتمحن معها الراس وسد عليك البيبان ديال الدعاء مقفل، ما فتحت شاي عليك أبواب السماء وطلع للسماء الواسع الفسيح إلى الله عز وجل. أولا تفر إلى ربي الذي يدير كل شيء الحي القيوم. ربي عز وجل سبحانه وتعالى خلق الكون، خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، خلق الخلائق كلها ولم يعي بخلقهن، ومن بعد ما خلق قام على الكون، يعني قبله قيوم سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا يقع شيء في الكون إلا بعلمه، ما كايناش شي حاجة واخا تكون نملة كتخطو خطوة راه بعلم الله عز وجل. كل شيء يقع في الكون دق أو جل، كبر أو صغر، عظم أو حقر، كل شيء وقع راه بعلمه سبحانه وتعالى. وما وقع لك أنت فلان ابن فلان وقع لك شيء، لقد وقع لك بعلم الله على التمام والكمال. تفاصيل ديال المشكل ديال عند ربي قبل أن يقع لك، ما وقع لك قبل ما يوقع لك الشيء اللي وقع لك ربي عز وجل عليم به، فوقع بعلمه هالأولى ثم وقع بإذنه. ما يمكنش توقع شي حاجة بالعلم ديالو وبزز عليه سبحانه أبدا. لا يقع شيء في الكون إلا بعلمه، ولا يقع شيء في الكون إلا بإذنه. ابتلاك وعلم ما ابتلاك به، منه البدء وإليه المنتهى، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا المعنى. فإذ بدأ منه الأمر فإليه سبحانه وتعالى يعود ويرجع، وإليه ينتهي أمر كل شيء. ومشكلتك ما تساوي والو في التعقيدات ديال الكون الدقيقة والواسعة والكثيفة، يعني ربي عز وجل راه مسير الكون كامل، والملك سبحانه على ملكه ومقابله بكلياته وبجزئياته جميعا، لا يشذ ولا يعزب عن علمه ولا عن إذنه ولا عن أمره شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، وهو السميع العليم. الله عز وجل ينتشلك أيها العبد ويخرجك من ضيقك ومن حرجك إلى ساعة عالم الغيب. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، ما شاء الله في اتساع ديال الكون اللي خلق ربي عز وجل، الخيال ديال وديال الإنسانية كله يتجمع خيال بنادم من آدم إلى آخر من يكون، ويبدأ يتخيل اتساع ديال الكون، ما يقدرش يسالي من تخيال ومحاولة الإحاطة بالكون، مستحيل. لا يحيط بالكون إلا رب الكون سبحانه وتعالى. فهذا الكون الفسيح منه هذه الأرض التي تسكنها، جعلها لك فراشا، والفرش يدل على البسط وعلى الراحة، تعبير القرآن في هذا السياق تعبير مريح يغري بالفرار إلى الله. ربي تعالى كيحبب لك الكون اللي خلق لك، السماء واسع، كون ربي واسع فسيح، والأرض مهدة فرشناها مفرشة لي فراش مواطية مريحة متوازنة، فنعم الماهدون. وكل شيء ممهد، ولذلك سمي المهد مهدا، إنما هو دال على الاستقرار والسكينة والراحة، فهذا معنى المهد. ولذلك سمي مهد الصبي مهدا، لأنه مريح، لأنه يستقر فيه ويرتاح. الأرض كلها لك يا ابن آدم مهد، مهيدت وطئت ذللت لك لتسكنها وأنت مرتاح. وجعل لك فيها خلائق، كل الخلائق الموجودة على الأرض تخدمه لخدمتك أيها الإنسان. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وخلائق الأرض مسخرة للإنسان وللإنسان وحده، حتى وعسى أن يتفرغ للأمانة التي أنيطت به لعبادة الله الواحد القهار. إذا كانت هذه المعطيات الربانية الكريمة، ربي كريم كرمك، هذا الكرم العجيب العظيم والذي لا يمكن لأحد أن يكرمك إياه، فلا ينبغي أن تشعر بالحزن، لا ينبغي لمؤمنين أن يشعر بالحزن ولا بالضيق ولا بالحرج في دين الله. ودين الله واسع وكون الله فسيح، ما ينبغي لمؤمن، هذه عقيدته وهذه ديانته، وهذا المولى جل وعلا ربه الذي خلقه
بهذه الصفات وبهذه الأسماء وبهذه الكمالات وبهذه الجمالات ما ينبغي لمؤمن يذوق هذا ويعرف هذا أن يشعر بضيق أو بحرج في دين الله. ولذلك قال عز وجل ففروا إلى الله. فر إذن، فر من همك ومن غمك ومن ضيقك ومن حرجك إلى ربك الذي خلق لك هذه السماء وخلق لك هذه الأرض، وكان سبحانه وتعالى عنك وكيلا، وهو على كل شيء وكيل، انت وغيرك من ذوي الحياة وغير ذوي الحياة، كل شيء ربي وكيل عليه في رزقه وفي حياته وفي مماته وفي أمره وفي إقباله وفي إدباره، كل شيء الله عز وجل وكيل عليه، وكان كونية أمرية شاملة. إذا كان الأمر هكذا فكيف تحمل الأثقال؟ لا يحمل الثقل في هذا الدين إلا جاهل. صورة اللي كتجيني للخيال ديالي لما نتفكر أو نتخيل شي واحد مزير ضايق غادي يتفجر بشي مشكل لا قدر الله، وتذكروا بالله عز وجل وما يسمعش، مسدود اللي هدنيه، مسدود اللي عينيه، حال ذاك الإنسان اللي راكب على سيارة وهز الخنشة ديالو على كتفه، يعني هو جالس مرتاح، السيارة غالية، كان أولى به يحط الثقل حداه، السيارة هزة كل شيء، لا هو راكب على السيارة ومازال الخنشة ديال الثقل دايرها فوق ظهره أو فوق كتفه. الله عز وجل جعل لك الكون كله هو سيارتك التي تسير عليه، فعلا الكون كله سيارة يسير، يسير إلى غايته التي قدره الله لها، وأنت راكب في سيارة الكون التي يقودها الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، وله المثل الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم مرة نام على حصير بالغ، نسأل واحد حصيرة قديمة، فأثر الحصير في صفحة عنقه ووجهه عليه الصلاة والسلام، اللي نض من النعاس من ديك الحصيرة لقى واحد الصحابي الآثار ديال الحصيرة مخططة له وجهه والعنق ديالو، واش فق عليه؟ قالوا لو اتخذنا لك وطاء يا رسول الله ليكون يعني آذنت لينا نديروا لك شي فريه شرطي طب تنعس عليه. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب. شو دقة المثال النبوي؟ ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. لاش بنادم غدير فيه؟ مهما جلت المصيبة في الدنيا لن تعدو أن تكون على قدر الدنيا، وما الدنيا لا تساوي عند الله ولا جناح بعوضة. إنما المصيبة والعياذ بالله من أصيب في دينه، أجارنا الله وإياكم من مصائب الدين والدنيا. مصيبة فعلا اللي ما عندها دواء والعياذ بالله إلا أن يشاء الله هي المصيبة في الدين، من ابتلي في دينه وخربت عقيدته وخرب سلوكه وشرد عن باب الله بعيدا بعيدا غير قريب، هذا تخاف عليه، هذا يخشى عليه، وكان أولى به أن يفر إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان. أما مصائب الدنيا نسأل الله العافية منها، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه العافية، والعافية نطلبها من الله عز وجل من مصائب الدنيا ومن مصائب الآخرة والعياذ بالله. المؤمن الذي يصاب في أمر دنياه في ماله أو أهله أو أي شيء ماشي غادي نقولوا الدماء يقنطش مرة، لا لا يمكن، الحزن حالة نفسية تلقائية ما كيقدرش الإنسان يبعدها ولا يكسبها. حتى شي واحد إلا بغى زعما شي لحظة يقول أرى نقنط هذه اللحظة، ما تقدرش، يعني استدعاء الحزن غير ممكن وطرد الحزن ممكن، إنما ألا يكون البتاه غير ممكن، لا بد ما يجي الحزن الإنسان. شكون الحزن اللي ما مزيانش؟ هو الذي يستولي على الإنسان إلى درجة القنوط، إلى درجة اليأس والعياذ بالله. إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الحزن يلقى في روع الإنسان، ما كتفيق به تدخل معه، نعوذ بالله منه. ولكن المؤمن من اللي يلقاه يهرب، يفر إلى الله عز وجل. لذلك شرع لنا الفرار إلى الله عز وجل الواسع العليم، الفرار من الهم والغم، تجد راحة عند الله ومتعة وجمالا وشفاء أيضا، وهو مجرب كما يقول الأطباء المجرب. سبحان الله العظيم، يعني من يضيق بك الدنيا وتغمك الغمة المشاكل هرب إلى ركعتين اثنتين تصليهما لله عز وجل، تحسن ركوعهما وسجودهما وتبكي على مولاك
ساجدا داعيا شاكيا بعد السلام مباشرة تجد نفسك قد أصبحت أخف ما تكون من الهم والغم وأنشط ما تكون، كأنك خرجت من قبض إلى بسط. ربي تعالى كريم سبحانه وتعالى. والشرط في هذا كله أن يتقلل العبد من المعصية باش يقدر بنادم يهرب سو يكون قادر يطير من اللي كيجي الوحش يجمع الطيور. الطيور الخفيفة كالطير هي اللول خفيفة ما فيها شيء سمونية، ولا كان شي طير تقيل متقلو لحمو ولا متقلو ريشو. هالطاوس من اللي كيتقال ريشو في موسم ديال الريش ديالو كيكون الطيرة ديالو تقيلة ما كيقلع حتى يكون سبع كلاه. هذا الثقل الذي يصيب النفس الإنسانية أيضا إنما يكون بالمعاصي والذنوب، بس تكون قادر على الفرار لحظة هجوم العدو. والعدو لا يكون إلا إبليس أو من جنوده والعياذ بالله. أن إبليس يسلط على الجنود ديال الوسواس وديال اليأس وديال التيئيس من روح الله والتقنيط من مغفرته. لما يتصاب الإنسان بمثل هذا ينبغي أن يكون أسرع إلى الفرار إلى الله عز وجل، وما تكون سريع الفرار إلا إذا كنت متخففا من الذنوب. ولنا في القرآن مثل عجيب، عندنا واحد مثل في القرآن عجيب جدا، مثل طالوت وجنوده. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. عجيبة هذه القصة، من أعجب ما يكون في مثل ما نحن فيه. الخفة والثقل، طالوت ملك بني إسرائيل الذي جعله الله عز وجل ملكا بعد أن طلبوا أن يكون عليهم ملك يجاهدون تحت لوائه، كان في سفره لقتال جالوت وجنوده وغادي يقطعوا واحد الواد. قال لهم طالوت ربي تعالى ابتلاكم غادي يبتليكم بواحد الواد، اللي يشرب منه راه ماشي معايا واللي ما يشرب شي راه هو اللي معايا. فأذن لهم فقط في قليل إلا من اغترف غرفة بيده، ولكن عصت بنو إسرائيل أمر ملكه فشربوا منه إلا قليلا منه. هذه الفئة من الصديقين من المؤمنين حقا هم الذين طبقوا وصية ملكه، ولكن النتيجة هي أنهم حينما واجهوا العدو كما نقولوا بالدرجة هذاك المخرج فيهم ماء المعصية، وإنه لماء المعصية. أولم ينهوا أن لا يشربوا منه؟ بلى، كما أكل قبل آدم عليه السلام وزوجه من الفاكهة. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. هذا الذي حصل لبني إسرائيل، شربوا من ماء المعصية المنهي عنه إلا قليلا منهم، أغلبهم شرب، فصار لهم ذلك ثقلا فشعروا بالعجز عن مواجهة أعداء الله وشعروا بغياب معية الله، ما بقوش حاسين بأن الله معه. أما الذين لم يشربوا فشعروا بالقوة والعزة أمام عدوه وأحسوا بمعية الله عز وجل. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله شعرين بالله عز وجل معهم سبحانه وتعالى وهو ملقاهم أنهم ملاقوا الله، فهذا هو اللي قوهم وعزهم. قالوا حينئذ قولتهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الصبر إذن لا يكون إلا إذا أحس العبد بالمقابل، لأن الصبر لا يكون إلا على الأذى. شي حاجة اللي تضرك هي اللي كتصبر عليها، وباش تصبر على الأذى ما يمكن إلا إذا كان عندك اليقين بأن عندك التعويض. فلما كتحس بأن عندك التعويض كترتاح، التعويض الرباني طبعا الرحماني، ولا يكون هذا إلا بيقين، يقين فعلا. من هنا إذن كانت هذه الحال العالية الإيمانية الرفيعة مكتسبة من كونهم أطاعوا ربهم ولم يعصوه، لم يخالف إلا قليلا منهم. هذاك القليل هو الذي نجا، فشربوا منه إلا قليلا منهم. إذن بنادم حينما يتخفف من الذنوب من اللي يبغي يطير ما يتقلوش الذنوب، كيلقى راسه خفيف، الروح دياله ترفعه
على بدنه، فإذا استجاب إلى شهواته ثقل بدنه وأحس بالعلق يربطه إلى العلق. طين يشدك للطين، التراب يثقلك إلى التراب ويثبطك. ثاقلتم إلى الأرض، كيلقى بنادم راسو ثقيل ما قدين وضيع عبد الله. علاه؟ لأنك كنت كتغذي التراب ما كتغديش الروح. لو كنت تغذي الروح لغلب الروح منك التراب، ولاستطاع الروح أن يطير بهذا الجسد التراب إلى السماء. بالمعنى أما وأنك قد أجعت الروح، جوعت الروح ديالك وغديت التراب، سمان التراب ديالك، فارتبط التراب بالتراب، حينئذ يصعب عليك الطيران، يصعب عليك الفرار. لا دواء لك حينئذ إلا أن تذكر وتديم التذكر، لعلكم تذكرون. من هنا ما هدى الله عز وجل لمنزلة الفرار بما ذكرنا من معاني السماء بنيناها بأي تقيل تذقيل، ولكن عيش أحوال التذكر، خفف راسك، دير الرجيم يعني والرياضة الروحية، تذكر وتدبر في خلق الله. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تتذكرون. تذكر إذا، تذكر اليوم وغدا كل لحظة، عش مع ربك، عش في الكون الذي خلقك الله فيه مع المولى الكريم. تساقط عنك الذنوب، تخف شيئا فشيئا فشيئا حتى تصبح حينئذ أليق بالفرار إلى الله. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. والتعبير عجيب، إني لكم منه نذير مبين، مع العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بشير ونذير، لأن الله هنا سبحانه وتعالى جل جلاله يتكلم على لسان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني كيقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم إني لكم نذير مبين. فكيف يكون نذيرا مبينا فقط مع أنه بشير أيضا؟ لأن السياق يقتضي النظارة ولا يقتضي البشارة. بنادم اللي يدبر هذه الأشياء والدلائل العظيمة محيطة به من فوقه ومن تحته، يعني من فوق السماء الواسعة الفسيحة بدلائلها وجلائلها، ومن تحتك وحواليك الأرض وما فيها من كل زوجين اثنين. هذه الدلائل حجج الله عليك، إما أن تتذكر وتتدبر وتخضع له سبحانه وتعالى، وإما إني لكم نذير مبين. ما كان ما يفرح هذه الساعة والعياذ بالله، إني لكم منه نذير مبين. وقد ورد في القرآن ما يتعلق بهذا المعنى في سياق النظارة أيضا، وذكرناه مرارا، من ذلك قوله عز وجل في التفكر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. حل هذه في المعنى، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الله. ما طلبوا شيء الجنة، قالوا فقنا عذاب الله. لأن من تدبر الكون فزع، اللي تأمل في الكون مزيان يخاف، وإذا خاف أحس بالرغبة في الفرار. ففروا إلى الله، فعلا الكون سبحان الله العظيم والامتدادات ديال المكانية والزمانية مفزعة. الإحساس بالوجود شي حاجة غريبة، لأنه كتخلي الإنسان يتعجب كيف هو نقطة صغيرة جدا وعنده هذا الوعي وهذا الإحساس بالكون بهذا الشكل. من أين بدأ هذا كله وإلى أين ينتهي، وما نسبتك أنت منه في صف الملايير من البشرية الممتدة من آدم إلى آخر من يكون من الناس؟ وقد أزلفت الجنة وأعدت جهنم العياذ بالله. غيب وغيب، والإنسان من غيب إلى غيب، من غيب العدم إلى غيب اليوم الآخر، بينهما حياة عابرة قصيرة في كون فسيح. هذا كيخلي الإنسان فعلا يشعر بالفزع، يشعر بالفزع، يشعر بالخوف. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قل إنما أعظكم بواحدة، في آية أخرى وفي سورة أخرى، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. التفكر يفضي إلى النظارة، يفضي إلى الخوف، والخوف يملأ قلبك رغبة في الأمن والسلام، لأنه من تحس بالخوف كتقلب ترتاح من الخوف في السلام، يتقلب على الأمن. لا تجد الأمن حينئذ إلا عند رب الأمن، لأن الله هو السلام، منه السلام سبحانه وتعالى، هو السلام منه السلام.
اللهم أنت السلام ومنك السلام. وفي دعاء عمر: فحينا يا ربنا بالسلام. لا تجد السلام الحقيقي إلا عند السلام سبحانه وتعالى، وهو اسم من أسمائه الحسنى جل وعلا. لك أيها العبد مسالك ثلاثة ديال الطرقان، تعلم فيهم وتمارس فيهم منزلة الفرار. أما المسلك الأول فهو معرفة المعروف وإنكار المنكر. لا يفتننك منكر الزمان. إذا تعارف الناس عليه فإن المنكر لا يتحول عند الله معروفا، المنكر منكر أبدا، فاحذر أن تنقلب المفاهيم بين يديك. ماشي الكلام ديالنا الآن على المنكر والمعروف بالمعنى فقط ديال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، هذا كلام أخر. قبل منه كاين واحد الأساس، هو مشكل حينما يفشو المنكر كما فشى في هذا الزمن. شنو هو المقصود؟ علاش تسمى المعروف معروف وعلاش تسمى المنكر المنكر؟ في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي مسالك الصالحين سمي المعروف معروفا لأن الناس كيعرفوا. معروف اسم مفعول، من عرف يعرفه فهو معروف، اللي كتعرفها كتقول له معروف، صافي، هذا المعنى اللغوي، ومنه أخذ المعنى الشرعي. وكذلك المنكر، علاش منكر؟ لأنك تنكره نكيرة ما كتعرفوش. الله عز وجل تحدث عن الخير فسمه معروفا، وتحدث عن الشر فسمه منكر. يعني المفروض عند المسلم أنه كيعرف الخير والشر ما كيعرف، هذا الأصل. فصار المعروف معروفا لأنه الموجود بين الناس والحقيقة الاجتماعية المتداولة في مجتمع المسلمين، وصار المنكر منكرا لأنه غريب ما معروف، ولأنه غريب ما معروف فهو ليس بمتداول، ما كيدورش في البلاد ولا بين العباد، فهو غريب. من اللي كيفسد الناس والعياذ بالله كيتقلب هادشي. ونعطيو مثال واضح قاطع وهو عري النساء اليوم، العرى ديال النساء والفساد الموجود في كل مكان، ولا معروف مع الأسف، والمعروف الشرعي ولا منكر الناس ما كيعرفوا. لو أنك تمشي لشي وحدة ما لابسة ما سترة وتنصحها ما تقبلش منك إلا إذا جعل الله الهداية في قلبه. كثير من الأحيان كيتواجهوا الناس المصلحين بهذا المنطق، كيقول لك وكلش الناس هكا، فيستشهدون بالواقع الفاسدي، يحتجون بالواقع الفاسدي على الشرع الصحيح. فتعارف الناس على المنكر حتى تغير المفهوم، تقلب لهم الفهمة في الدماغ، ولات المرأة المستورة والمدينة غريبة، هي المنكر دابا عند الناس. اللي لابس وساتر غريب فهو منكر مجهول، واللي معري معروف لأنه كل شيء هكا. فمسلك الفرار إلى الله هنا يكون. أرد بالك مشي يستفزك انتشار المنكر لواحد درجة تقول محال، واش باقي نسيت تغطاو في شي زمان في هذا الوقت. عندك تقول هذا: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين. وخاي والليل بلاد كلها الشر فوق الشر، ظلمات فوقها ظلمات، بعضها فوق بعض، الله عز وجل الحي القيوم المدبر للكون ولكل شيء. هادشي اللي وقع نعود الكلام: أولا يقع بعلمه؟ بلى وقع بعلمه. أولا يقع بإذنه؟ بلى. واش هادشي كيوقع بزز منه؟ ما يمكنش، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. ولكنه يأذن للعباد ابتلاء، كل واحد يتحمل مسؤوليته ابتلاء. فباقي المنكر عند الله منكر، والمعروف عند الله معروف. ففر إلى الله باش يبقى المعروف الديني معروف في دينك، والمنكر الديني منكر في دينك، وخلي الواقع قبل طريقه في ما بغى، وتبت على دين الله حينئذ. لأنه بنادم إلا فرط في هذه غادي تطلب نسخ ديال البلاد وديال العباد. فر إلى الله من هذا الواقع الفاسد، فر من الباطل إلى الحق الثابت، حق ثابت أهرب إليه، فر إليه. كتزود بيقين وبإيمان، ماشي غادي تعيش في الهواء، لا، غتعيش في الواقع وفصل الناس. داكشي باش قلت في البداية الفرار إلى الله شجاعة وجرأة، كترجع للناس بإيمان قوي، يعوجوا كما بغوا كتقول انت لا، هذه عوجية، هذا باطل، هذا فساد. إن لم تقولها بفمك على الأقل كتقولها بقلبك، وتقولها لنفسك حتى لا يستفزك انحراف المنحرفين وعوجاج المعوجين. تبقى ثابت على دينك وعارف بأنك على الحق، والخرين وخا يكونوا ملايين على الباطل، لأنك فررت إلى ربك وتزودت منه بتقوى منه سبحانه وتعالى. تبتك على حقائق الدين، على المعلوم من الدين بالضرورة. إذن هذا مسلك من مسالك الفرار إلى الله عز وجل.
أنا ضربت مثال بفساد النساء لأنهم شعور الآن، وإلا فالشر له أذناب وله ذيوع وله هيئات وأشكال ومؤسسات مع الأسف، حتى حاجة ما تخلاك. الله عز وجل فوق كل شيء، فوق البلاد وفوق العباد، على عرشه سبحانه وتعالى مالك ملكه وحاكم حكمه، لا يستفزنك شيء من الباطل. إبليس ما عمره غادي ملك الأرض، وإنما المالك الحق لكل شيء هو الله عز وجل. المسلك الثاني وهو ألطف من الأول، أن تفر من الأمل إلى العمل، أن تفر من الأمل إلى العمل. من بعد ما كتستطع تخلص، هذورا كل واحدة مرتبة واحدة كتأديك الأخرى، كتخلص من المنكرات، ما كتبقاش تستفزك ولا تزلزلك، تولي ثابت مع راسك. إوا دخل في الخدمة، تبقاش تشوف وتقول اللهم إن هذا منكر مربع يديك، لا، خدم المنطق اللي أمنت به، شغله دابا، حرك الجوارح ديالك والوجدان ديالك، وما تقولش اليوم غدا. فر من الأمل إلى العمل، من مسالك إبليس المدمرة للنفس أنه كيف داير له بنادم واخا، اليوم غدا، اليوم غدا، دابا نترك هادي، دابا نبدا هادي. عمرك ما تقول السين ولا سوف، باغي دير الحاجة هي الآن. خير البر عاجل، في دينك وصلاحك وتقواك ودعوتك وإصلاحك للناس ولأهلك ولغيرك. تحرك بالخير الذي تعرف، تحرك بالمعروف الذي تعرف، وادعو إليه واعمل به. فر من الأمل إلى العمل، لأنه فعلا محتاجين نهربوا فعلا من الأمل، لأن الأمل سجن، سجن ديال إبليس، سجن ديال الحيلة. من حيل إبليس اللعين أنه كيضرب عليك واحد الصور ديال الأمل، ويبدأ يخليك تخطط، زاد ديال الناس يخطط وينضر شي شغل ما غيديره، هذاك حبس ما شعرش به، اهرب منه، فر منه إذن. والدليل على أنك نجوت لما تحس براسك راك خدام، ما حدك ما مشتغل راك باقي في الحبس. الشيطان اهرب منه، فك عنك أسرك وكسر عنك قيدك، واخرج من هواك إلى مولاك سبحانه وتعالى. فر من الأمل الكاذب إلى العمل الظاهر الواقع الحي الملموس، واشتغل، وفي الاشتغال ستشعر بالترقي، وستشعر بالرفعة وبالعلو وبالعزة، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ما كانت تكون العزة للمؤمنين لولا أنهم مؤمنون، وإنما الإيمان العمل بما آمنت به، فلا إيمان حق إلا بالعمل. العمل راه المشكلة ديال الإنسان أنه كيف بدأ يصرف العمر دياله في الخواء الأوهام، كلام هذا نقوله الراسي أولا ولنا إجماعي. عمر ديال الإنسان والله أمره عجيب، يتبخر من بين يديه تبخرا، وهالو أيامنا تتبخر، تتبخر هل حط واحد الغلاي ديال الماء تحت منه العافية ديال الدنيا وكتفرج فيه دقائق معدودات، كتلقى العافية كتحرق الطاس تهى. فلا ينبغي لمؤمن أن يفرغ عمره في لا شيء، أعظم كنز أعطاك ربي عز وجل توظفه رأس المال الكبير هو الدقائق ديالك، التواني باش عايش، كما قال شاعرهم: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان. من أرفع الحكم التي سمعت في حياتي في التمثيل لعمر الإنسان، يعني الدقة ديال القلب ديالك فعلا لو أنصت إليها لوجدتها تنطق بما تنطق الساعة الجدارية به. ساعة الجدارية لما كتضرب الضربات ديالها فهي تنبئك عن فوات الزمن، كتقول لك مشى الحال مشى الحال مشى الحال، هكا القلب كيقول مشى الحال مشى الحال، تسكت. فلا ينبغي للمؤمن أن يصرف هذه العملة الصعبة النادرة في لا شيء. والله لكن تعجب البنادم اللي جالس في القهوة مجبد النهار كامل وما طال، عجيب يعني غريب، كيف زعما تجيه سهلة ما لا يدوز وقته هكا بلا شيء، غريب فعلا 100%. هذاك ما سيق خبر، ليكون سيق الخبر والله تيهرب من كرسيه ذاك ليشتغل، يخرج من البطالة إلى العمل. هذا مسلك من مسالك الفرار، الفرار الذي يكسب المؤمن عزة ورفعة. المسلك الثالث أن تفر من الرسوم إلى العلوم. نعود باش نرتب الأمور في الدين، في الأول حكمت على الناس وعلى نفسك، هل حق حق وهل باطل باطل، ما بقوش يتخلطوا. المرحلة الثانية تتهرب من الخيالات ديالك والدخول في الخدمة. المرحلة الثالثة أن تفر من الرسوم إلى العلوم، الاشتغال بالأشغال من العبادات فيها جانبان، رسمون وعلم، أو كما يعبر بعضهم الأشباح والأرواح.
نحن جميعا كنمارسوا العبادات بعض الاحيان كيغيب عن الانسان تامل العبادات. ها انت دخلت في العمل وخرجت من العمل وبديت مشتغل يورد بالك من حاجه اخرى وهي خاتمه الامر بحول الله عز وجل، انه يبدا الشيطان يلهيك بالاشكال ديال العبادات وتنسى المضمون. الرسوم يعني الاشكال، اشكال الصلوات، اشكال الصدقات، اشكال الاعمال، اشكال الاذكار، اشكال التسابيح، اشكال كل اعمال البر عندها اشكال، عندها الكادر ديالها، يعني هيئات، تصلي هكذا وتركع هكذا وتقرا هكذا وتسبح هكذا وتصوم هكذا الى اخره. كيفاش دير؟ كيف تصنع؟ هذه اشكال، هذه اشباح، هذه رسوم، كلها مرادفات لمعنى واحد. اهرب منها الى العلوم، يعني علوم الصلاه، علوم الصيام، علوم الزكاة، علوم الصلاح، علوم كل الأعمال التعبدية، يعني كيف تعلم بها ما تعمل، كيف تكون بها عالما بالله على غرار ما يقولون عارفا بالله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء به سبحانه لا العلماء بالدين وحسب. ردوا الباب، هم واحد كيقرا هذه الايه كيقول لك واه بزاف ديال العلماء كنعرفوهم ولكن قططعي. لا، ليس علماء، انما العالم من عالم بالله عز وجل. انما يخشى الله من عباده، اش قال؟ من عباده، عباد الذين عبدوا الله عز وجل حقا، العلماء به سبحانه. ولكن هنا كاين واحد المزلق، واحد البلاصه عدد من الشيوخ الاوائل غفر الله لنا ولهم زلقوا، كيقولوا في هذا الفرار من الرسوم الى العلوم او من الاشباح الى الارواح، اهدا، حنا باغينا سيدي نهتموا بالمعنى ديال الصلاه ماشي بالشكل ديالها، واخا تعوج الشكل ديالها ما كاين باس. كلا، هذا باب الابتداع وباب البدع، لا حقيقه بغير شريعه. ما كيقولوا يعني الحقيقه وما عندك ما تدير بالشريعه، غلط. لا سبيل الى الحقائق الايمانيه الا عبر الشريعه. الشريعه هي الباب الوحيد، الباب الوحيد للدخول إلى حقائق الإيمان. فالعلوم التي يطلب من العبد أن يفر إليها بابها هي تلك الرسوم. فالمقصود إذن بالفرار من الرسوم إلى العلوم أن لا يجمد العبد على إشكال العبادات وهيئاتها. هذاك الباب ضروري للدين، واتوا البيوت من أبوابها، فإنما تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصوم كما صام، وتزكي كما زكى، باختصار تعبد كما عبد، خذوا عني مناسككم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى ناجى ربه، وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، في الحديث الصحيح. هذا اللي نقصه، هذا هو العلم. فإذا صليت، وهذا يعني رمز العبادات كلها هو الصلاة، رأس العبادات، إذا صليت فلا تجمد على إشكال الركوع والسجود، بل عيش مع الله عز وجل، تذوق ما الصلاة، حاول ذوق شنو هي الصلاة، شنو هي العبادات التي تعبد الله بها، عيش معها وعيش بها وعيش لها أيضا، تجد منها مسلكا تفر فيه وبه إلى الله عز وجل. فنعم الفرار حينئذ، أن تفر من الرسوم إلى العلوم، من الأشكال والأشباح إلى الأرواح، وكتوجد المعنى ديال الحقائق الدينية كما هي، وعمرك حينئذ ما تمل من عبادة الله سبحانه وتعالى، إذا كنت فعلا تدخل إلى الحقائق الإيمانية وتتذوق كمالاتها وجمالاتها، تتذوق ذلك كله عبر بوابات الحق الشريعة، أي الأمر والنهي الموجودين في الكتاب والسنة. فاللهم اجعلنا من الذين يفرون إليك، اللهم اجعلنا من الذين يفرون إليك، اللهم اجعلنا من الذين يفرون إليك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم يا ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عاقبة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين في ديننا وأبداننا ودنيانا وأخرانا وأهلينا وأموالنا، وارحمنا إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم وصل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.